أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة التي أقوم فيها بمراجعة كتاب أنتي خريستوس. هذا الكتاب الأعجوب الذي أثار العديد من الأسئلة وخلق نقاشا حادا واشتهر، رغم أنه لا يستحق هذه الشهرة ولا يستحق الكثير مما قيل عنه. قرأت الكتاب، قمت بتحميله لأن في نظري مثل هذا الكتاب لا يستحق مني أن أشتريه. صراحة موقفي من هذا الكتاب بعد قراءته هو أن الكاتب كان ذكي جدا. الكاتب خالد مصطفى كان ذكيا بحيث أنه اعتمد على مجموعة من المسلمات النفسية التي لها صدى ولها وقع عند المتلقي. هذا الكاتب يعرف جمهوره ويعرف من يقصد ومن يستهدف بمثل هذا الكتاب أو مثل هذه الرواية. دعونا أولا نفهم عما تحكي هذه الرواية. هذه الرواية كما اسمها أنتي خريستوس ديلها في آخر الكتاب بأن هذا الكتاب خطير، بأن هناك قوى ستقتله بمجرد أن يكتب الكتاب، ديلها كذلك بأن العالم كله يتآمر ضده وأنه ميت في جميع الحالات وأنه لا يبالي إن اشتريت الكتاب أم لم تشتري. العديد من الكلام. طيب، حينما ندخل إلى الكتاب ونبدأ بقراءته نجد أنه يتتبع قصة لإبليس ولقوى الشر وللنمرود منذ الحضارة البابلية، يبني مجموعة من القصص طبعا يتداخل فيها التاريخي الواقعي بين مع التاريخ الديني، يتداخل فيها كذلك ما يتعلق بالأساطير وما عرف عند اليونان. ما يهمنا هو أنه تعقب قصة المؤامرة من الحضارة البابلية إلى الحضارة المسيحية وإلى واقعنا اليوم، وهدفه أو الدعوة العامة من هذا الكتاب هو أن العالم تحكمه قوى الشر وقوى الشياطين التي تحاول أن تسيطر على الخير الذي تمثله أمة الإسلام أو الذي يمثله الخيرون. طبعا مثل هذه الحبكة نجدها في مجموعة من المؤلفات خصوصا لدان براون، وبالتالي هذا تقليد، هذا الكتاب يعد محاولة لتقليد الاتجاه البوليسي أو القصة البوليسية التي نجدها في كتب دان براون خصوصا ملائكة والشياطين. وبالتالي نظرية المؤامرة من جهة، الاعتماد على مجموعة من المسلمات التي تفيد بأن العالم الإسلامي تحاك ضده مؤامرة، النفخ في العديد من المفاهيم والعديد من المقولات الجاهزة مثل الماسونية، مثل أن هناك عبدة الشيطان وغير ذلك، وكل هذه القوى هي تتآمر وتحاول أن تهاجم الخير إلى غير ذلك، هو يضخم من بعض الجوانب التاريخية وجوانب أخرى خرافية لكي يصنع منها حقيقة مطاطية كبيرة يحاول أن يوهم بها القارئ. وبالتالي حكايات الجن التي تحكى للأطفال وحكايات الشياطين استثمرها الكاتب لكي يكتب كتابا أو رواية يدعي بأنها حقيقة. طبعا حق للروائي أن يكتب حول ما يشاء، أن يكتب الخيال، أن يكتب الخرافة، أن يكتب الأساطير إلى غير ذلك، ولكن حينما الأخطر من ذلك هو الجمهور الذي توجه إليه. سنجري مقارنة بين مثلا دان براون حينما كتب كل الكتب التي كتبها، شيفارات دافينشي، ملائكة وشياطين وغير ذلك. المستهدف هنا هو قارئ ذكي يمكنه أن يدرك أن هذه الحبكة هي مجرد قصة بوليسية يختلط فيها الخيالي بالتاريخي، وبالتالي هنا الجمهور الذي يستهلك هذه الكتابات لدان براون يستطيع أن يعرف بأن هذا يتعلق بالترفيه، بينما الجمهور الذي يستخدمه أو الذي يستهدفه عفوا هذا الكاتب أحمد مصطفى هو جمهور يعتقد في صحة كل هذه الأقوال ويعتقد في حقيقتها ويدعم من خلالها مسلمات يجدها لديه. وبالتالي هذا الكتاب في نظري على غرار مجموعة من الكتب الأخرى اشتهرت
لدى جمهور لا يقرأ، وهذا أمر خطير جدا، لأنه هذا الكتاب يدعم العديد من الخرافات. الكتابة عموما أو الرواية أو الكتاب حينما يكتب يجب أن يؤدي إلى التنوير، يعني يؤدي إلى تنمية الفكر، إلى تنمية الإبداع، إلى تنمية القدرات، إلى غير ذلك. ولكن على العكس، هذه الكتب ربما في نظري تهدم، خصوصا أن ما أثر انتباهي هو أن فئة الشباب وفئة المراهقين هم أكثر اهتماما بمثل هذه الرواية. لذا لا يمكن أن نمارس طبعا الرقابة عليهم لكي نمنعهم مما يقرؤون، ولكن يجب أن ننبههم إلى أن هذه الأطروحة فيها العديد من المغالطات، وربما خطيرة على مستوى ما تروج له من أخطاء تحاول أن تضخمها باعتبارها حقائق. وبالتالي أعزائي، هذا الكتاب من الناحية الفنية لغته جميلة وقصته رائعة، ولكن من حيث الأهداف أو الأفكار التي يمررها هي خطيرة وربما هدامة لفئة الشباب على الخصوص. دامت لكم متعة القراءة، نلتقي في فيديو جديد. لا تنسوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ربما لا توافقني الرأي وهذا دائما وارد، بحيث أننا نختلف في آرائنا، وهذه مجرد قراءة ومجرد رأي في كتاب أو رواية، وهذه الرواية كما نعلم تقبل قراءات متعددة وتأويلات متعددة حسب قرائها. لا تنسوا التعليق ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمها. دامت لكم متعة القراءة، والسلام عليكم.